وقعت اشتباكات مسلحة بين جماعات معارضة للنظام الإيراني وقوات الحرس الثوري في محافظة أذربيجان والواقع على الحدود العراقية الإيرانية وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقتل تسعة وإصابة ثمانية عشر آخرين من عناصر الحرس الثوري الإيراني في مواجهات وقعت قرب المنطقة الحدودية ويروج الحرس الثوري من خلال وسائل إعلامية مقربة له بانه تمكن من منع المسلحين وقتل عدد منهم ووصفها بمحاوله تسلل فاشله في حين تؤكد عدد من المصادر الاعلاميه نجاح العمليه ومقتل عناصر من الحرس الثوري واصابه اخرين